اولا كنشكركم على هذا الزياره وهذه الالتفاته لهذا الرياضه هذه اللي جديده. الحمد لله مدينه اكادير يعني كتحضن واحد جوج فرق، وانا يعني ضمن هذا الفريق ديال النهضه الاكاديريه. اولا انا يعني سعيد مقاس، الاسم ديالي سعيد مقاس من مدينه زيلال، يعني التحقت بالنهضه الاكاديريه بدايه يناير 2022. كنت لقيتهم لاعبين البطوله، كنت يعني ما تكلفتش انايا عندهم في الجامعه، بقيت على الله يعني اول بطوله غادي نلعبها، والطموح ديالي ان شاء الله يعني كطموح اي لاعب كره القدم انه بغى يحقق يعني الالقاب سواء الجماعيه او لا الفرديه او لا، نطوروا المواهب ديالنا، نحيدوا ديك النظره ديال الاعاقه، يعني نعطيو ليها واحد السياق اخر، واحد السياق ايجابي. ما يتعلق بالبطوله الوطنيه، كنشكروا النهضه الاكاديريه بالاطر ديالها، بالطاقم ديالها اللي ضحوا معنا ووقفوا معنا يعني في مجموعه من المسائل، ولنا شرف كمجموعه ديال اللاعبين اننا يعني تكون عندنا هذا النيفو هذا باش نشاركوا في هذا البطوله. والحمد لله اكادير كما كتعرفوا احتضن هذه البطوله لاول مره، نتمناو يعني تكون واحد الحاجه هي اللي هي ايجابيه زعما بالنسبه لنا حنايا، ومن خلالها حتى حنا نكونوا ضمن الناس اللي كيلعبوا في المنتخب الوطني، رغم انه كان واحد العدد يعني قليل، واحد اللاعب اللي تختار دابا باش يلعب في المنتخب الوطني، وبغينا يكون يعني يكون العدد اكثر، لانه هما كيزيدوا يحفزونا فاش كنشوفوا الاخوان ديالنا والزملاء ديالنا في الفريق كيلعبوا في الفريق الوطني، يعني كيحفزونا حنايا وكيعطيونا من الخبره من الخبره ديالهم اللي كيرجعوا من المعسكرات، يعني كنستافدوا منهم شحال من حوايج باش حتى حنا نوصلوا للنيفو ديالهم ونطوروا المسائل ديالنا ان شاء الله. وشكرا للاعلام على هذه الزياره هذه، والله يجزيكم بخير. السلام عليكم، الاسم ديالي زكريا ازرون من مدينه اكادير، لاعب في النهضه الاكاديريه لذوي الحاجات الخاصه. كما كتشوف الشباب تبارك الله مورانا راه كاين واحد العزيمه والاراده والاصرار على اننا نحققوا البطوله في هذا العام ان شاء الله، حيت البطوله اللي فاتت زقلنا البطوله وكاس العرش بواحد الفريق لا باس به، ولكن ان شاء الله هذا العام عازمين بكل عزيمه واصرار اننا ندوا البطوله ونديروا الكلمه ديالنا ان شاء الله لهذا الاكادير مدينه اكادير، نجيبوا لها اللقب وعلاش لا. وكما الحمد لله هذا العبد الضعيف انني الحمد لله تكونفوكيت في المنتخب الوطني المغربي، وكنتمنى انني حتى نزيد اضافه للشباب اللي معنا ان شاء الله في المنتخب ونجيبوا شي كاس للمغرب باكمله ان شاء الله. Thank you.
زاد تركزي رئيسة جمعية النهضة الأكاديرية لكرة القدم طوري الأطراف. اليوم الجامعة الملكية المغربية لرياضة أشخاص في وضعية إعاقة كتنظم هذه البطولة بتنسيق مع الجمعية ديالنا اللي الأول مرة كنستقبلوا بهذا الكم ديال الفرق الوطنية اللي جات فرق من بنكرير كازا وكاين حتى فرق من أكادير شطر الجنوب. اليوم بموازاة كاين حتى شطر الشمال في مدينة سلا اللي كتلعب فيها مدينة سلا قنيطرة وفاس وطنجة. وهذا الرياضة اللي هي رياضة جديدة في المغرب وإن شاء الله تعالى المنتخب ديالها غيشارك في يعني في بحر هذا الشهر الأخير غادي يكون واحد الماتش ودي في بولونيا ومن بعد إن شاء الله اللي غادي يوجدوا فيه المنتخب غادي يعني يشاركوا في كأس العالم بتركيا في 2022 في هذا الشهر 10 المقبل. واللي الحمد لله هذه البطولة اللي رياضة كما تنقولوا رياضة جديدة واللي غادي نخليو ونخولوا لهاد اللاعبين يعطوا الكلمة ديالهم حتى هما ذوي احتياجات خاصة يعطوا الكلمة ديالهم في بحر الرياضة المغربية. وكنتمنى إن شاء الله أن تكون الجمعية ديالنا بين قوسين راه تختار منها واحد اللاعب غيمشي لبولونيا واللي غيكون إن شاء الله دفعت خير للجمعية والجهة والمدينة بالخصوص. السلام عليكم، الاسم زينب السلامي، متطوعة بجمعية النهضة الأكاديرية لمبتوري الأطراف كرة القدم. احنا اليوم الحمد لله بصدد المباراة الوطنية لكرة القدم لجهة الجنوب شطر الجنوب، والحمد لله مشاركين فيها 6 فرق جايين تبارك الله، فرق من بنكرير من فاس أيضا ومن أكادير عفوا. واليوم نحن بصدد المباراة التي تشارك فيها 6 فرق في المجموعة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.